طبعا ان كان يعني ان كان بنطلع كمان في كمان عمله يعني للملك الحارث الرابع هذا المذكور كمان، وصار مشكله مع هيرودس انتيباس، وحطت عمله لإله وزوجته الاولى تشولدو اللي بنعرفها برضه بالاسم. فهذا كان ملك الانباط يعني برضه يعني بذكر عنه في سفر الأعمال بدون اسم، ولكن في كورنثوس الثانية بيحكي عنه بشكل واضح. في دمشق كان والي الحارث الملك اللي هو أريتس الحارث، هي ترجمة العربية طبعا لنفس الشخص، كان موجود. ويعني صار في مشكلة كبيرة بأنه يعني لأنه ترك بنته هيرودس أنتيباس، راح تجوز زوجة أخوه هيرودس فيليبوس. وطبعا بنسمع قول المعمدان الرائع يعني لا 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 يحق لك، يعني لا يحق لك أن تأخذ زوجة أخيك وبعده على قيد الحياة. نعم، وصار في مشكلة وصار في شبه حرب صغيرة بيناتهم، فهذا ختم الشخص نفسه. واو، تفضل أخ مكرم. يعني كل واحد مثل ما تفضلت، كل واحد هو قصة، كل واحد هو بياخذ حلقة، ولكن ما أنا مثل ما ذكرت يعني في البداية فعلا النقش اللي بعده، النقش اللي بعده بعد إذنك هو نقش غليون اللي يعني كيف شايفين كتابي باليونانية بالحرف الكبيرة، ويعني وجدوا في ديلفي في اليونان كتبوا الإمبراطور كلوديوس عن عبادة أبولو الإله الوثني في ديلفي، وبيحكي عن يوليوس غليون صديقي والوالي. وهذا يعني إعلان من كلوديوس قيصر يعني لما بيعلن عنه كإمبراطور. فبرضو اسم غليون معروف يعني في أواخر خدمة بولس الرسول لما كان غليون يتولى أخائية في أعمال 18، كيف 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 تصرفوا اليهود مع بولس. وظهر أنه هاي السنة اللي كان يعني موجود فيها هناك بيميز لنا، حتى بحدد لنا يعني بأي سنة كان بولس هون، فبحدد تحديدات جميلة من خلال علم الآثار يعني بدون ما إحنا نتدخل حتى فيها.